والله أيضا هناك شيخ آية مفزعة مفزعة والله، أبثها لكل إنسان لا يصلي، أقول لأخي هذا الذي لا يصلي أرجوك أن تسمعها بقلبك، أرجوك أخي أن تتأمل في هذه الآية التي قالها الله جل وعلا في سورة المدثر على لسان أهل النار عندما قالوا ما سلككم في سقر، أول جرم اعترفوا به وهم في النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم